أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز، وذلك لمتابعة أهم وآخر المستجدات. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، والذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، صرح بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. من جانبها أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على تعزيز آلية التعاون الثنائي الراسخة مع مصر والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، ومؤكدا أن وتيرة الزيارة المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب خلال الفترة المقبلة وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آلية العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية. أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، خاصة على صعيد التعاون الأمني والتبادل التجاري والاستثمارات وتطوير البنية التحتية، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة، حيث تم تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في العيش في سلام واستقرار. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أسامة سعيد مدير تحرير الأخبار. دكتور أسامة، بعد التحية دعنا نعلق على هذه الزيارة، وبالتأكيد هذه الزيارة لم تكن الزيارة الأولى ولن تكون الأخيرة. أهمية هذه العلاقات المصرية العراقية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية. في البداية تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي زيارة مهمة وتكتسب أهمية في هذا التوقيت الدقيق من عمر دولة العراق الشقيقة. يعني في تقديري أن الزيارات المتبادلة مسألة في غاية الأهمية. هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء العراقي في أقل من 100 يوم لمصر، وهذا يعكس الحرص العراقي على توطيد العلاقات مع القاهرة، وأيضا حرص مصر على دعم العراق والحفاظ على عروبة العراق الشقيق ومساندة العراق في هذه المرحلة الحيوية من تاريخ الدولة العراقية، خاصة أن العراق يشهد حاليا محاولة لإعادة الإعمار، وفي تقديري أن هذا يحتاج إلى دعم مصري واضح بالنظر إلى ما تملكه مصر من قدرات، ما تملكه مصر من خبرات متراكمة في مجال البناء والتعمير ونشر العمران في أكثر من مجال. وفي تقديري أن العراق يحتاج بشدة لهذه الخبرات، وربما هذا يفسر أيضا حجم تشكيل الوفد الوزاري رفيع المستوى الذي جاء على رأسه رئيس الوزراء العراقي، ويضم 12 وزيرا من الحكومة العراقية، وبعد يعني فترة وجيزة للغاية من إقرار ميزانية أو الموازنة المتعلقة بالعراق، وهو ما يعني أن هناك دعم واضح للعلاقات المشتركة، رغبة متبادلة بين الجانبين في تعزيز أواصر العلاقات ومد الدعم وأيدي الدعم للشعب العراقي الشقيق. نعم، أيضا تم التطرق للحديث عن التعاون الثلاثي مصر والعراق والأردن.
صحيح، وأتصور أن هذه آلية في غاية الأهمية أيضا، لأنه هذه الآلية كانت من الآليات التي أقرتها العواصم الثلاث القاهرة بغداد عمان لتعزيز أواصر العلاقات، بحيث لا تقتصر فقط على الإطار الثنائي، ولكن أيضا يمكن أن يبنى عليها تعاونا إقليميا بناء. وبالفعل كان هناك اتفاق على مجموعة من المشروعات حتى في عهد الحكومة العراقية السابقة، وهذه المشروعات بالفعل دخلت حيز التنفيذ، وهذا يعزز ما كنا نتحدث عنه أن هناك دعم عربي واضح، هناك رغبة وإرادة سياسية عربية واضحة تقودها مصر لدعم العراق، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا على المستوى الثلاثي وحتى في الأطر الجماعية. لا ننسى أن مصر كانت شريكا واضحا للعراق والدعوة للمؤتمرات المتعلقة بدعم العراق، والتقى سيادة الرئيس أكثر من مرة مع رئيس الوزراء العراقي، سواء في المؤتمر الثاني الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته الأردن، أو حتى على هامش القمة العربية الصينية التي استضافتها الرياض. وبالتالي في تقديري أن القاهرة داعم قوي، والعراق يدرك ذلك، والعراق يتحدث بشكل واضح عن أهمية الدعم المصري وعن تعويله على الدعم المصري والمساندة المصرية في هذا التوقيت، بالنظر إلى العلاقات التاريخية الراسخة، وأيضا بالنظر إلى أن القاهرة تدعم العراق دون حسابات سياسية، ولكن هي تقف إلى جوار الشعب العراقي، هي تريد مصلحة الشعب العراقي، هي تطالب دائما بوحدة وسلامة أراضي وتماسك الشعب العراقي. وأعتقد أن هذا الموقف التاريخي الدائم من قبل القاهرة لدعم بغداد هو موضع تقدير كبير، كما أن التجربة التنموية التي تقوم مصر بتنفيذها هي أيضا موضع تقدير وإعجاب من الشعب العراقي، والذي يريد أن يستفيد من هذه التجربة. ومصر لا تبخل على الأشقاء أبدا، بالعكس مصر دائما تكون في صدارة الداعمين المساندين لاستقرار وسلام وتنمية المنطقة. وتصور أن ما نشهده اليوم من لقاءات لرئيس الوزراء العراقي في القاهرة يصب في هذا الإطار. نعم، وربما أيضا بالفعل زي ما حضرتك ذكرت أن كلام حضرتك يشير إلى ما قاله أيضا رئيس الوزراء العراقي في المؤتمر الصحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، عندما ذكر أن العراق يشهد حالة من الاستقرار في النواحي السياسية والاقتصادية، واستعاد الدور الريادي في المنطقة، وأن العراق أصبحت جزء من الحلول وليس من الأزمات. وأيضا في هذا المؤتمر ذكر أيضا رئيس الوزراء العراقي دعم العراق لمصر في كافة المواقف التي تتخذها. صحيح، وأعتقد أنه بالفعل هناك تحول واضح في سياسة العراق. نحن نتحدث في هذا العام عن مرور 20 عام على الغزو الأمريكي للعراق والمعاناة التي شهدها العراق خلال هذه السنوات الطويلة. أعتقد أن العراقيين أدركوا أن الحاضنة العربية حاضنة مهمة بالنسبة لهم، أن الدول العربية الشقيقة يمكن أن تكون جسرا لعبور العراق نحو المستقبل المأمول من قبل الشعب العراقي، وبما يليق ويتناسب مع عراقة هذه الدولة وعراقة هذا الشعب الذي ارتبط بعلاقات مع الشعب المصري، كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بعلاقات تمتد لأكثر من 6000 عام، ونحن نتحدث عن شعبين عريقين في المنطقة، نتحدث عن حضارتين صنعوا تاريخ هذه المنطقة. وبالتالي أتصور أن بالفعل العراق يشهد تحولات كبيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، ولكن أيضا على المستوى الأمني، وقد شهدنا تركيز من جانب الجانب العراقي على هذه الجزئية، لأنه بالفعل أيضا مصر قدمت تجربة ملهمة في التصدي للإرهاب ومكافحة التنظيمات الإرهابية، يمكن أيضا أن تكون أداة فاعلة لدعم ومساندة العراق في هذه المرحلة. بالفعل أيضا العراق يدعم الرؤية المصرية الحكيمة، ويدعم السياسة المصرية التي تريد أن تتغلب على المشاكل التي واجهتها المنطقة خلال العقد الماضي. وأيضا مصر تقود مشروعا عربيا عربيا لوقف التدخلات الخارجية، وأتصور أن العراق من أهم الدول التي تساند هذا المشروع، بالنظر إلى أن العراق من أكثر الشعوب ومن أكثر الدول التي عانت ويلات هذه التدخلات الخارجية. وبالتالي الرؤية المصرية والاستراتيجية المصرية للتعامل مع المنطقة وأولويات المنطقة تتلاقى مع الأولويات العراقية بشكل واضح، وربما هذا ما يؤشر أو ما يجسد حجم الدفء في العلاقات وحجم التنامي المضطرد في العلاقات بشكل واضح وبشكل مستمر خلال الفترة
الماضية، وأتوقع أن تزداد هذه العلاقات متانة ورسوخا ونموا على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واستراتيجيا خلال المرحلة المقبلة. نعم دكتور أسامة سعيد مدير تحرير الأخبار، جزيل الشكر لحضرتك. تعد اللجنة المشتركة المصرية العراقية أحد أهم آليات التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبغداد، نتابع المزيد عن هذه اللجنة في هذا العرض. ولمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا مباشرة مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض بعد التحية إليك الكلمة، تابعنا منذ قليل هذا المؤتمر بين الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء العراقي، تابعنا أيضا عدد كبير من النقاط التي ذكرت من قبل الجانبين وكلها بالتأكيد تصب عن العلاقات المصرية العراقية وأفق التعاون المشترك بين البلدين وأيضا التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن وأهمية هذه المجالات المختلفة والتعاون فيها. إليك الكلمة. نعم دعاء، بالفعل كل ما أسلفت في الحديث عنه هو جاء في مضمون المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل هنا في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية، ولكن ما زال النشاط مستمر حتى الآن بالنسبة لحضور الطرفين، ما زال هنا داخل مقر الحكومة المصرية لحضور منتدى الأعمال المصري العراقي. لكن ربما يعني النقاط الأهم التي جاءت في المؤتمر الصحفي لرئيس وزراء البلدين تحديدا كانت البداية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي رحب بضيف مصر الكريم وعرج على العلاقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، تحديدا قال أن العلاقات ما بين مصر والعراق نحو 6000 عاما، ربما كان أقدم حضارتين شهدتهم الحياة الإنسانية هما الحضارة المصرية والعراقية وأن ذلك ممتد لفترة طويلة من الزمن. ورحب بالضيف المصري في الزيارة الثانية له هذا العام، حيث سبق له دعاء أن قام بزيارة إلى الدولة المصرية في مارس الماضي، وذلك وتأتي هذه الزيارة الثانية في هذا التوقيت للاجتماع الثاني اللجنة العليا المصرية العراقية. وتعلمين بأنه في عام 2020 كان هناك الاجتماع الأول للجنة المصرية العليا المصرية العراقية على مستوى رؤساء وزراء البلدين بعدما انقطعت لنحو أكثر من 30 عاما. كانت البداية في يوليو عام 88 بداية انعقاد أول لجنة عليا مصرية عراقية، فترة طويلة نحو ثلث قرن تقريبا لم تكن هناك اجتماعات تعقد على مستوى اللجنة العليا ما بين البلدين. انعقادها مرة أخرى في هذا التوقيت هو مهم للغاية، خاصة بأن هناك جوانب ومشتركات متعددة تجمع القاهرة وبغداد. ثم تحدث رئيس الوزراء عن طبيعة الاتفاقيات التي وقعت اليوم وهي عديدة بالمناسبة، نتحدث عن 11 اتفاقية وفي الاجتماع السابق نحو 15 اتفاقية. مجمل هذه الاتفاقات يقترب من 30 اتفاقية في مجالات عديدة، لكن رئيس الوزراء المصري تحدث باهتمام عن جوانب مشتركة وتحديدا هنا في قطاعي الإنشاء والإعمار والطاقة والغاز والكهرباء. وكنا نتحدث منذ قليل مع وزير الكهرباء في حديث للصحفيين عن أهمية العلاقات المتنامية في قطاع الطاقة وأن إلى أي مدى يمكن أن تثمر هذه العلاقة ما بين البلدين، وإذا انضم إليها الأردن بالفعل يمثل شراكة كبيرة انعكاسها إيجابي على كل المنطقة العربية في إطار الربط الكهربائي الذي هو تم بالمناسبة منذ ساعات أو أيام معدودة ما بين دول الخليج العربي مع العراق ومصر. خلال فترة قريبة سيمتد هذا الربط الكهربائي
الكهربائي إلى السعودية، فبالتالي الجوانب الخاصة بتنامي العلاقة في مجال الطاقة والكهرباء ينعكس إيجابا على العلاقات العربية بصفة عامة في إطار اتفاقية التجارة العربية الحرة. هذا ما تحدث عنه رئيس الوزراء. إذا ما عدنا للحديث الذي تحدث عنه رئيس الوزراء العراقي، النقطة الأهم هو أشاد بما أنجزته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وتحديدا في ملف البنية التحتية في قطاعات مختلفة، نحو 20 مدينة جديدة بنته مصر، عشرات من المشروعات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق الحيوية والغاز والكهرباء والبنية التحتية في عدد كبير من القطاعات. وصف ذلك بأنه يعطي ثقة كبيرة للشركات العراقية لبناء شراكة مزدوجة أو ثنائية مع الجانب المصري، وأيضا يعطي أفضلية للجانب المصري لحضور الشركات المصرية في إعادة الإعمار في عدد كبير من المدن العراقية، وأشاد بتجربة مصر في هذا القطاع بشكل كبير وفي القلب منها العاصمة الإدارية التي يقوم اليوم بزيارتها، وربما يكون قد تجول أو سيتجول بعد انتهاء هذه التحضيرات. لكن شاهد للعيان كل من يأتي إلى العاصمة الإدارية يرى ما أنجزته الدولة المصرية من خلال أبنائها وخبرة مصرية خالصة لم تدخل فيها أي شركات عالمية أو أجنبية، فبالتالي التجربة المصرية في هذا القطاع تفتح شهية عدد كبير من الشركات العالمية لبناء شراكة مزدوجة مع الجانب المصري. وأشاد أيضا بعمق العلاقات التاريخية ما بين البلدين، وأن هذه العلاقة ما بين البلدين ثمارها تعود إلى المنطقة العربية عموما لأنه يعزز مسألة الاستقرار الاقتصادي والسياسي. كنا نجري مقابلة سريعة مع وزير الخارجية السيد سامح شكري في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز، أكد على نفس المعنى بأن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت وأن بعدها الأعظم هو البعد الاقتصادي. حتى سألته عن إن كانت هناك أي جوانب سياسية في العلاقات ما بين البلدين، أشاد بأن العلاقات المصرية العربية عموما وفي القلب منها العراقية تمثل إضافة كبيرة، وإن كان تحدث أيضا عن أهمية التكتل الثلاثي ما بين العراق والأردن ومصر لأنه يمثل تجربة يمكن البناء عليها. تعلمين دعاء بأن عدد سكان هذه الدول مجموعها يقترب من نصف عدد سكان العالم العربي، مصر والعراق والأردن. هذه الرؤية التي يعني مبادرة من سيادة الرئيس عملت عليها مصر عبر السنوات الماضية مع تغير الحكومات في العراق، لكن الاستراتيجية المصرية في التعامل مع هذا الملف في التعاون الاقتصادي والبناء عليه بشكل كبير للغاية هو مهم، ويبدو أنه بالفعل عمليا قد بدأ يؤتي ثماره في عدد كبير من القطاعات ومنها قطاع الطاقة وقطاع الإعمار تحديدا. نعود لطبيعة الاتفاقيات التي وقعت اليوم، هي متعددة لكن أيضا يسودها الطابع الاقتصادي كما كنا نتحدث معك في الخدمة الإخبارية السابقة. اتفاقية في مجال المشروعات، اتفاقية خاصة في مجال الشباب، اتفاقية خاصة في المشروعات الصغيرة والازدواج الضريبي، وعدد كبير من الاتفاقيات في هذا التوقيت سيكون لها تأثير وتأثير كبير للغاية. التمهيد لهذه الزيارة لم يبدأ اليوم كما تعلمين، عدد من الخبراء الذين جاءوا من العراق عبر أيام ماضية كانت تستضيفهم وزارة التعاون الدولي عبر أيام ماضية للتنسيق وبلورة المواقف المصرية والعراقية في هذه الاتفاقيات. الاجتماع ما زال مستمرا في الدور الذي هو يعلوني مباشرة، وربما يكون هناك تصريحات لعدد من الوزراء سواء من الجانب المصري أو العراقي بعدما ينتهي هذا الاجتماع. أيضا إذا ما لاحظت معي الوزراء العراقيين الذين حاضروا في هذا الاجتماع إلى أي مدى يعكس ذلك الجوانب الاقتصادية؟ محافظ البنك المركزي العراقي يحضر إلى مصر، وزير الخارجية طبعا هو حاضر مع رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء الطاقة والبترول والكهرباء والبنية التحتية وعدد كبير من المسؤولين العراقيين الذين يأتون وفد على المستوى، وكان رئيس الوزراء في استقبال رسمي بالأمس له في مطار القاهرة. هذا هو مجمل المشهد لهذه الزيارة وطبيعتها، لكن نحن بانتظار أن ينتهي الاجتماع الذي ما زال منعقد حتى الآن، ربما يكون هناك تفاصيل أكثر في البيانات الصحفية التي ستصدر بعد قليل. تفضلي دعاء لو لديك أي تساؤل. نعم عوض الغنام، جزيل الشكر لك على هذه المعلومات وهذا الملخص لما تم حتى الآن من أحداث، وبالتأكيد المتابعات الإخبارية دائما ما تكون مستمرة على شاشة إكسترا نيوز والمتابعة معك عندما يجد جديد. جزيل الشكر لك. تربط مصر والعراق علاقات استراتيجية في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية. شهدت العلاقات الاقتصادية طفرة كبيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حرص على تحقيق أكبر استفادة من الإمكانيات التي يملكها البلدان. علاقات استراتيجية تضرب بجذورها في التاريخ تربط مصر والعراق في مختلف المجالات والأصعدة، وفي مقدمتها الشق الاقتصادي.
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تتسم باتساع أفاقها وتعدد مجالاتها وتوفر إمكانيات تطويرها مستقبلا، خاصة في ظل حالة التنوع الذي يمتاز بها اقتصاديات البلدين والتي تساهم في النهوض بهذه العلاقات وبالتبادل التجاري والاستثمار المشترك. هذه العلاقات تنظمها اتفاقات ثنائية متعددة الأطراف، ومن المتوقع أن تنتعش أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية على أعلى المستويات في البلدين والرغبة الواضحة للنهوض بتلك العلاقات والبحث عن آليات تفعيلها، إضافة إلى وجود اتفاقات جيدة للتعاون الاقتصادي. الرغبة في تعزيز التعاون بين القاهرة وبغداد تبدو جلية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين والتي تجرى على أعلى المستويات وتهدف إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. ويمتد التعاون بين الجانبين لتحقيق التكامل مع المحيط العربي وخاصة الأردن، حيث تم الاتفاق على إنشاء مشروع الشام الجديد، وهو خط بري بين الدول الثلاث، إلى جانب إنشاء خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة بالأردن ثم إلى مصر عبر البحر الأحمر. الشراكة بين القاهرة وبغداد دخلت مرحلة جديدة بعد الاتفاق على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار وتنمية التجارة البينية، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق مقابل كمية النفط التي ستستوردها القاهرة. خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع نظيره العراقي في مارس الماضي، أعرب مدبولي عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها وبحيز التنفيذ، بينما أبدى نظيره العراقي سعادته بزيارة مصر، موضحا أن الحديث عن العلاقات المشتركة بين البلدين يستند إلى أواصر ممتدة وجذور تاريخية. وانضم إلينا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، ونحن نتحدث عن مصر والعراق والعلاقات الاقتصادية فيما بينهما وبالتأكيد العلاقات السياسية والتاريخية، دعنا نتوقف عند العلاقات الاقتصادية، وخاصة أن في السنوات الأخيرة أصبح هناك تطور كبير فيما يتعلق بهذه العلاقات. دعنا نتوقف عند أهمية هذه العلاقات على البلدين ومردودها بالنسبة للبلدين. نسلم بحضرتك وبكل مشاهدي اكسترا نيوز. وبالتأكيد العلاقات المصرية العراقية هي علاقات تاريخية ليست فقط على الحكومات وعلى المستوى الاقتصادي، ولكن على المستوى الشعبي. فالعمل والعلاقات مع العراق كانت هي مجالا لعمل الكثير من المصريين خلال حقبة زمنية معينة، وفي الفترة الأخيرة كان هناك تركيز على زيادة حجم عمليات التبادل التجاري والتعاون ما بين مصر والعراق، حتى أنه بلغ حجم التبادل التجاري ما بين مصر والعراق خلال 2020 نحو 386 مليون دولار. هذا الرقم الحقيقة وإن كان جيد مقارنة بالسنوات التي كانت سابقة له، إلا أنه يمكن أن يتضخم يتضاعف بصورة أكبر في ظل علاقات طيبة وفي ظل أفق كبير للتعاون، سواء في المجال الصناعي أو الزراعي أو في الطاقة أو في السياحة أو في التشييد، سيما وأن الشركات المصرية في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية لديها قدرات كبيرة جدا، يمكن أن يكون لها أدوار فاعلة في عمليات إعادة الإعمار التي تتم في العراق. من هنا كان هناك مجالا للشركات المصرية من خلال إعادة الإعمار والبنية التحتية، كانت من ضمن النقاط التي أخذت نصيبا ليس بالقليل فيما يتعلق بالأحاديث اليوم. بالتأكيد النفط مقابل إعادة الإعمار يمكن أن يفتح أفق كبيرا جدا للشركات المصرية وللتعاون المصري العراقي، فضلا عن الخط البري ما بين مصر والأردن والعراق، مشروع الشام الجديد الذي سيربط ثلاثة دول ويستهدف التعاون سواء في المجال النفطي أو في المجال التجاري بصفة عامة، وهو الأمر الذي سيفتح الباب أمام تبادل الاستثمارات لتفعيل اتفاقية المنطقة التجارية الحرة التي تم التوقيع بإنشائها في 18 يناير 2021 ببروتوكول تنفيذي ما بين الدولتين. نتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك تعاون أكبر
سيما ومع هذه الأجواء الطيبة وهذا التعاون الكبير ما بين القيادتين السياسيتين في البلدين. نعم، وأيضا واضح جدا أن هناك حرص على الاستفادة من كافة الإمكانيات التي هي موجودة لدى البلدين حتى تستفيد كل بلد من إمكانيات الآخر. بالتأكيد، يعني أنا عايز أقول إن مصر في الفترة الأخيرة هي يعني تريد التعاون مع الجميع، تفتح باب الأفق أمام الجميع. لديها الكثير من الأوراق، الاقتصاد المصري الكبير المتنوع القادر على خلق عمليات تعاون. تابعنا السيد الرئيس في زياراته إلى الدول الآسيوية، إلى الهند، إلى كازاخستان، إلى غيرها من الدول. أيضا هناك تعاون أفريقيا. اليوم نحن أمام تعاون عربي ومناطق تحتمل مضاعفة عمليات التبادل التجاري والتبادل الاستثماري. العالم بالكامل في هذه المرحلة يعيد هيكلة عمليات التبادل التجاري وعمليات تبادل الاستثمارات. بالتالي فإن مصر منفتحة إلى الجميع، ويعتبر التعاون المصري العراقي هو تعاون واعد جدا، سيما وأن اقتصاد البلدين يحتمل أن يتم مضاعفة عمليات التبادل التجاري وتبادل الاستثمارات ما بين البلدين بصورة كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. نعم دكتور وليد جبالله، سؤال ربما يكون الأخير، لكن ونحن نتحدث عن إعادة الإعمار والبنية التحتية، وأيضا رئيس الوزراء العراقي تحدث عن هذه النقطة وأشاد بما تم إنجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية في مصر، دعنا نتحدث عن أهمية هذا الأمر عندما يتم في العراق، وكيف سيكون المردود الاقتصادي على الاقتصاد العراقي بشكل عام. الواقع أن عمل الشركات المصرية في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء أصبح يتحدث عن نفسه. مشروعات يعني مسجلة في موسوعة جينس في الكثير من القطاعات والكثير من المجالات، أفق كبير لم تسبق إليه دولة من المنطقة. فالشركات المصرية أنشأت بنية تحتية ومنشآت معمارية حديثة جدا ومتطورة، وأصبح لديها الخبرة ولديها سوابق الأعمال التي تؤهلها على تكرار التجربة في الكثير من البلدان. الشركات المصرية لديها أفق في العراق، لديها أفق في ليبيا، لديها أفق في إفريقيا. لم يعد هناك مجال للوعود، ولكن مشروعات الشركات المصرية أصبحت تتحدث عن نفسها خلال الفترة الأخيرة. نعم دكتور وليد جبالله الخبير الاقتصادي، جزيل الشكر لحضرتك. منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014 وهو يولي أهمية كبيرة للعراق، وهو الأمر الذي انعكس في تميز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون. المزيد في هذا العرض مع شادي شاش. أهلا بكم. ترتبط مصر والعراق بعلاقات تاريخية تمتد إلى أوائل القرن الماضي. تلك الروابط والعلاقات الوطيدة تستند في تميزها وخصوصيتها إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك بحكم الانتماء الواحد للأمة العربية والمساندة المتبادلة بين البلدين لبعضهما البعض في أوقات الشدائد. فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014 وهو يولي أهمية كبيرة للعراق، وهو الأمر الذي انعكس في تميز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون. وانعكس تميز العلاقات المصرية العراقية في تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين. وكان آخر لقاء رسمي استقبال الرئيس السيسي محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق في 5 مارس الماضي، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة بما يحقق أمال شعوبها في العيش في سلام واستقرار. في 8 ديسمبر عام 2022 التقى الرئيس السيسي مع محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق على هامش القمة العربية الصينية الأولى بالرياض. وأكد الرئيس السيسي على التقدير الكبير للعراق حكومة وشعبا والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب.
أشار الرئيس إلى أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيراتها السياسية بين الجانبين. وفي إطار دعم مصر لعودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي والحرص على ضمان أمنه واستقراره، شارك الرئيس السيسي في الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن بمشاركة عدد من دول الجوار والدول الصديقة. وفي أغسطس 2020 انطلقت أولى جولات القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في القاهرة في مارس 2019، وتطرقت إلى مناقشة آليات التعاون بين الدول الثلاث. وشارك الرئيس السيسي في البحر الميت بالأردن في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وتناولت القمة تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية. أما عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق فتتسم باتساع آفاقها وتعدد مجالاتها وتوافر إمكانات تطويرها مستقبلا. فقد شهد شهر أكتوبر عام 2020 توقيع مصر والعراق 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وفي عام 2022 ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للعراق لتصل إلى 141.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام. إذن علاقات تاريخية راسخة وشراكة استراتيجية ممتدة تجمع مصر والعراق. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا عن العلاقات المصرية العراقية، شكرا للمتابعة. وتنضم إلينا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. أهلا بحضرتك أستاذة هند، ودعينا نبدأ الحديث المتعلق بهذا التوقيت بالدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشترك وأهمية هذه الاجتماعات. بعد التحية ليكي وللمشاهدين، طبعا هي يعني جلسة مهمة لأنها تثبت على تنفيذ التكامل الاقتصادي ما بين مصر والعراق ضمن مشروع يسمى المشرق الجديد، يضم أيضا مع مصر والعراق الأردن. هذا المشروع يعتمد بشكل أساسي على المحور الاقتصادي، تكامل اقتصادي تام، الاستفادة من موارد الدول الثلاث، والبحث عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منطقة الشرق الأوسط، على أمل أن يتوسع هذا يعني التفاهم أو هذه الاتفاقية لتضم دول أخرى. هناك ضرورة ملحة طبعا بعد جائحة كورونا والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا والصراع الدولي حاليا، يعني لتحقيق تكامل في هذه المنطقة وعدم الاعتماد على الخارج، خصوصا بعد الإغلاق وما ترتب عليه في هذه المنطقة، بالإضافة أيضا إلى أن هناك قناعة تامة بأن التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة وتنمية العلاقات يمكن أن ينعكس وبالضرورة سينعكس على البعد السياسي والبعد الأمني في هذه المنطقة، لأنها منطقة في غاية الأهمية تتمتع ب يعني وضع جيوسياسي مختلف. كل يعني الدول الكبرى تبحث عن نفوذ في هذه المنطقة، وبالتالي دول المنطقة وتحديدا الدول الكبيرة ودول الحضارات مصر والعراق يذهبون الآن نحو التحالف والتضامن والتشارك من اجل يعني غلق كل الثغرات التي ممكن ان يتسلل منها مخططات لهدم المنطقه. نعم، اليوم وفي لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تم الحديث أيضا عن التعاون فيما يتعلق بالتعاون الأمني، التبادل التجاري، الاستثمارات، تطوير البنية التحتية، التعاون الأمني. إلى أي مدى هو مهم في هذا التوقيت الذي يعيشه العراق وأيضا مهم بالنسبة لمصر؟ طبعا هو مهم جدا لان انت الان في مرحله مخاض عسير عالميا لتغير النظام العالمي من القطب الواحد لعالم متعدد الاقطاب، وبالتالي الدول الكبرى الخمس وتحديدا المحورين الشرق والغرب يتصارع على مناطق النفوذ. من اهم مناطق النفوذ هي منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، لانها مناطق ثروات طبيعيه ومناطق طاقه، وبالتالي التعاون الامني هام لاولا منع عودة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، لأن انشغال القوى الكبرى بصراعاتها الآن في أوكرانيا وفي تايوان وبحر الصين الجنوبي ربما يؤدي إلى خلل أمني، وبالتالي لابد على هذه الدول أن تتضامن مع بعضها البعض وتتعاون وتتشارك المعلومات حتى نستطيع أن نحمي المنطقة
من عودة خطر الإرهاب، وهي منطقة يعني عانت كثيرا مع الإرهاب في يعني الصادقة. بالإضافة طبعا إلى نقطة هامة، أن لابد أن يكون هناك تحالف وتفاهمات ما بين القوى الإقليمية العربية على كيف سيتم الوقوف في هذا الصراع الدولي. لابد أن تلتزم بالحياد الإيجابي، يعزز من مكانة الحياد الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط هو يعني التفاهم والتحالف، وهذا ما تفعله مصر طبعا مع العراق ومع عدة دول عربية، أننا نقف على الحياد الإيجابي، ننبذ الصراعات، نتعاون معا حتى نستطيع بالفعل أن نصنع لنفسنا مكانة في العالم يعني الجديد المتوقع تشكيله بعد انتهاء هذه المخاطر. نعم، اليوم في المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رئيس الوزراء العراقي، فكانت هناك أيضا من ضمن النقاط التي ذكرها رئيس الوزراء العراقي أن العراق بتشهد حالة من الاستقرار في كافة النواحي سواء السياسية والاقتصادية، وأنها استعادت دورها الريادي في المنطقة وأصبحت جزء من الحلول وليس من الأزمات. هذه عبارة أعتقد أن لابد أن نتوقف عندها كثيرا. بالطبع العراق يعني تحديدا منذ عهد السيد القاضي وحتى الان مع السيد الشياع لعب دور مهم جدا في فكره تحسين العلاقات ما بين بعض دول منطقه الشرق الاوسط وتحديدا المربع العربي مع ايران مثلا، وكان العراق استضاف جلسات بتفاهمات كثيره اودت في النهايه الى تفعيل او يعني توقيع اتفاق الصين للتحسين العلاقات ما بين السعوديه وما بين ايران، وما يترتب على ذلك منها الحلف عدد من الدول سواء كانت اليمن، سوريا، العراق، لبنان. هذا الامر اعتقد هو ما كان يقصده بان العراق الان لم يعد فقط مجرد مشارك، ولكن هو لاعب رئيسي واساسي استعاد دوره. التوازن السياسي النسبي الذي تحقق في العراق بعد هزيمه داعش ادى في النهايه الى استعاده مكانه او جزء كبير من مكانه العراق التاريخيه، والعراق ايضا اصبح لديه مفهوم مختلف عما سبق، الان هو يقف على الحياد يحاول تحسين العلاقات ما بين كل الدول المتنافسه او المتصارعه في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي اصبح مائده تفاوض وتباحث اقليميه مهمه في كل القنوات الخاصه ب يعني الصراع في منطقه الشرق الاوسط، وتعتمد عليه معظم الدول في تحسين العلاقات، نظرا طبعا لابعاد داخليه ونسيج اجتماع يعني معين في العراق استطاع من خلاله ان يضمن علاقات قويه مع العرب، وفي نفس الوقت يكون لديه علاقات قويه مع ايران. نعم، رئيس الوزراء العراقي أيضا ذكر اليوم الموضوع المتعلق بالبنية التحتية والشعور بالفخر فيما تم إنجازه بالبنية التحتية في مصر، وأيضا تحدث عن أهمية التعاون بين مصر والعراق في عملية إعادة الإعمار في العراق. أهمية هذا الأمر وأهمية أيضا أن يتم إنجازه في فترة ليست بالكبيرة، وأهمية أيضا أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص العراقي. طبعا هو ملف مهم ليس فقط لأبعاد اقتصادية، ولكن له أبعاد سياسية تتعلق بعودة العمل العربي داخل العراق وعدم ترك العراق يعني فريسة أو رهينة للصراعات الإقليمية والدولية. هذه نقطة هامة، فكرة أن يعني تقوم العراق الآن بالتعاون والإنماط في الاتفاقات مع مصر لإعادة الإعمار، هذا الأمر يعني جيد جدا، لأن العراق منذ الغزو الأمريكي لها هي متوقفة تماما، تم تدمير معظم البنى التحتية. هي لديها يعني وضع اقتصادي جيد، هي دولة مصرية تستطيع إعادة البناء، ولكن كما ينقصها الصدقية أو المنطقية من الطرف الآخر الذي سيقوم بالبناء. مصر لأنها قدمت تجربة مميزة جدا في منطقة الشرق الأوسط تحديدا بعد عام 2014 في إعادة تأهيل البنية التحتية وإنهاء العشوائيات ويعني مجال الطاقة الكهربائية تحديدا، وهو ملف مهم بالنسبة للعراق. ذهبت العراق مع مصر لتوقيع هذه الاتفاقيات على أن تقوم مصر من خلال شركتها الخاصه والعامه بالتعاون مع مطرائين في العراق في تسوير او يعني نسخ التجربه المصريه في مرحله اعاده اعمار العراق، التي ربما تم الاتفاق داخليا عليها بانها لابد ان تبدا الان، بان يكون هناك بالفعل يعني توازن ما بين عوده العراق لمشروعها يعني العربي وريادتها للمنطقه العربيه مع القوى الاخرى، في نفس الوقت اعاده بناء العراق من الداخل التي تهدم طبعا بفعل الغزو وبفعل الحرب مع الجماعات الارهابيه. نعم، والتعاون الثلاثي المصري والعراقي والأردني بالتأكيد له طابع خاص وله أيضا مردود خاص. طبعا له بعد مختلف، لأن في النهاية التحالف ما بين الدول العربية له علاقة بتحالفات هذه الدول مع القوى الكبرى، وبالتالي أن توسعي الدائرة، وهذا إذا تم إدارته يعني بطريقة جيدة يمكن أن يعود بمنافع كثيرة على الدول الثلاث. الفكرة كمان
ان من الاردن كان هناك مشروع لمد يعني الغاز المصري الى عبر سوريا الى لبنان، ربما من اهم الاسباب التي ادت لعوده العلاقات العربيه السوريه هو كان المشروع الرئيسي الذي قدمته مصر، وهو فكره مد اناضيب الغاز رغم العقوبات على سوريا عبر سوريا الى لبنان في مساعده لبنان ومساعده سوريا رغم العقوبات عليها، واعاده يعني فكره او استراتيجيه العمل العربي المشترك على الطاوله وتنفيذها بشكل يليق بالتاريخ ما بين المجموعه العربيه. كل هذه الامور طبعا هي جيده جدا من الجدوى الاقتصاديه، من الجدوى السياسيه، من انعكاس يعني البعدين على البعد الامني والتنسيق الامني، لان كما ذكرت في البدايه نحن نذهب نحو مرحله فراغ في هذه المنطقه يتعلق بدور القوى الكبرى، وهي منطقه كانت دائما تتحالف مع القوى الكبرى والقوى الكبرى النافذه ومسيطره فيها، فبالتالي لابد ان تعيدي بناء هذا يعني هذه المشاريع وهذه المكونات حاليا جهد عربي عربي حتى تستطيعي ان يعني تتجنبي الاثار السلبيه التي يمكن ان تترتب على الصراع الدولي الان على النفوذ حول العالم وليس فقط في المنطقه. نعم استاذه هند الضاوي الكاتبه الصحفيه، جزيل الشكر لحضرتك. وبهذا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.